بتخم بتخم ايش يا ابن عمك؟ يعني في مقام خالك يعني اخمك صح؟ 174 صفر. بعدين في الملل اللي احنا فيه ده بقى مفيش شغل خالص. يلا رمزي دولا، تحب اروح اجيب طاوله من القهوه نقعد نتسلى فيها؟ لا 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 لا، الطاوله ما بتنميش الذكاء. طب نلعب ايه طيب يا دولا؟ نلعب اي لعبه ممكن تنملنا الذكاء بتاعنا. يعني زي ايه كده يا دولا؟ قول لي. يعني مثلا عندك التمثالين دول ماشي؟ تعرف تطلع لي بينهم خمس فروق؟ لا يا دولا، انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامله. بيتك اذا كنت انت ما فهمتش اللعبه اصلا هلعبك ازاي؟ انا اقصد بص، اختلاف بين التمثالين يعني ده في لون مش موجود في التاني، يعني مثلا ده في حاجه مش موجود كده يعني. انا هقول لك يا دولا، انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شويه عن التمثال ده. تبص ده تحس ان فيه لقم. وانا بقول لك حلله نفسيا، علم جديد اخترعته واحنا قاعدين. في ملاحظه تانية يا دولا انا كنت ملاحظها من زمان بس مش عايز اقول يعني. قول يا مخضرم قول. التمثال ده واقف حال التمثال ده، يعني مش مخليه راضي يتباع، باصص له في لقمه عيش. لا ده في ملحوظه باينه قوي بقى. لا رمزي ايه؟ التمثال ده واقف حال البني ادم ده، مخليه مش عارف يبيع ولا تمثال من البازار. انا غلطان، انا بتكلم مع واحد زيك. الفراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلانا اعبرك. بص انا ايه اللي قعدني هنا؟ انا اقعد في بيتنا احسن ما دام كده كده مفيش شغل. طب والشغل دول ايه؟ الشغل ايه؟ شغل ايه؟ خليك انت قاعد في الشغل، احنا بنصرف يا ابني ما بيجيلناش فلوس. طب دول اروح بقى معاك البيت، يعني انا زهقت. وتسيب التمثالين دول؟ انت مش بتقول ده قاطع عيش ده؟ خليك معاهم يا ابني. صح. سلام. سلام يا دول. سيبه بقى ياكل عيشه. في البيت قطعت عيش الاتنين؟ كسرت عيشهم يانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عادل، ايه اللي جابك بدري النهارده؟ اللي جابني بدري النهارده هو اللي جابني بدري امبارح. ايه يا بيبي، عايز تخش الحمام؟ حمام ايه؟ ما انا عندي حمام في البازار، مفيش شغل من الصبح لغايه بالليل، مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل 500 مره اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي، يعني لازم الزبون يدخل يلاقي فرايتي قدامه. انا مش قادره افهم، ما تسيبك بقى من الشغلانه اللي مش جايبه تمنها دي، ويوم يشتغل المحل و20,000 مره ما اشتغلش. معقوله يا حماتي عايزاني اغير شغلتي؟ يعني بعد ما بقيت اشهر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه، انا بيجي لي حضرتك انت عارفه بيجي لي زبائن من الاسكيمو مخصوص عشان. ايه ماما ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقى ابيع عادل اللي قاعد في مكتبه على سل ورمح، عايزاه يغير نشاطه. ايوه طبعا، ولعلمك بقى قاعده متعبه جدا، الكرسي اللي انا بقعد عليه ده مزعج. انت لا تغير نشاطك ولا حاجه، انت خليك مستمر في النجاح اللي انت فيه ده. واحنا خلينا مستمرين في الشحاته اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكره تانية، انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجود. نشاط تاني يعني فلوس تاني، يعني راس مال كبير جدا، وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد، ونروح ندور بقى على عمال اغبياء تانية غير رمزي. معقوله يعني؟ من الناحيه دي اطمن، انا عندي فكره مشروع مش محتاجه اي حاجه ومكسبه مضمون 100%. لا طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل فوازير رمضان اللي انت عماله بتقوليها دي، قولي ايه؟ مكنه تصوير. تصوير؟ هنقعد نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحماض، والاحماض تقع في الارض واوضه حمراء، ولو ولعنا النور الصور تتحرق. لا 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 لا، ونقعد كلنا على نفس الكنبه ونتصور ونعمل صوره للاسره المعمره. انا ما بحبش اتصور، انا شكلي في الحقيقه بيطلع احسن. ايه ده يا جماعه، انا اقصد مكنه تصوير ورق. مكنه تصوير ورق؟ والناس اللي عايزه بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البازار ده مكنه تصوير ورق؟ هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكنه تصوير ورق، ده غير علاقاتي انا اضمن لك ان كل المدرسه هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يكلف كام؟ لا انت مالكش دعوه بالتكلفه، انا هديك اجره ارضيه كل اول شهر، او لو تحب باليوميه انا ما عنديش مشاكل. لا لا لا، اجره ارضيه ايه؟ والارضيه دي اللي بينام عليها رمزي؟ انا نايم رمزي فين يعني مهما كان ابن عم؟ وناويه بقى ترمي له كام كل اول شهر؟ 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ امال انت هتكسبي كام اصلا؟ لا ما بحبش لقمه العيش المنظوره، انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. انا استحاله وافق. بابا انا عايزه مصروفي بقى، انا بقالي اسبوع ما خدتهوش. مصروف؟ طيب ماشي موافق، بس اديني عربون الاول.
ده انا حتى يا بابا مش بشتري حاجه من الكانتين، وبقعد على جنب لوحدي واصحابي بيسموني ياسمين بنت الفقراء. كويس قوي انكوا حطيتوا المكنه هنا، عشان الطوابير كمان شويه هتبقى قد كده. طوابير؟ انت متفائله قوي. انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعت ايه بالظبط؟ يعني احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز؟ رز؟ رز ايه؟ رز ايه؟ بص ابعد عني ببوزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين. يا دولا ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنه دي هنسقط لها الرز ده فين؟ منين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنه دي خالص. بص ممكن تعلق اليافطه دي بره على باب البازار؟ يافطه ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطه واحده. وريني يافطه واحده. ما تنفعش، لازم كذا يافطه عشان اجذب الزبون وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبقي في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ؟ اسمه الصايغ. صايغ صايع مش مهم، يا ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ ملازم ايه يا ام ملازم وانت فالحه اصلا؟ يا ابي عادي شغل دماغك شويه، هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها. وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم. ملازم اللي انت عايز عندك انت بقى، ملزمه الفاشل في البازار او الموكوس في الهبل. انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفط بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عيني هوا. ضحكت انت على رمز بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقريه يعني، دي اي معزم عديه في الشارع ممكن تلحق عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قالك ان انا هضحك على حد؟ اللي هيجي يطلب مني حاجه هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي اصلا؟ يا جماعه حد الحنه ملزمه البليغ في العرب، عايز الحق اذاكر اي حاجه. حاضر انا هجيبها لك دلوقتي. وانت مش عايز ملزمه الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ فعلا على رايك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين صح؟ بص انا رايي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم ايه اللي يوديك الامتحان يا عم؟ خلي بابا يجيب لك الامتحان لغايه البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمه بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكم على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عطل. اقف يا دي هنا، اولى ثانوي هنا وثانيه ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك. يا عم تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. لا ست لا هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني 4 مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبازار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صنعت؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ يا كلب السرايا. روح ظبط. ماشي. السلام عليكم.
ازيك يا ماما؟ عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا عدول. الله يسلمك. طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطه في الكيس ده اهو. اه طبعا. يا ما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي ربع كيلو طماطم، وجايب لكم ربع كيلو خيار عشان السلطه، وجايب لكم ربع فرخه دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربه نشربها كلنا، وجايب لكم ربع كيلو تفاح. هي بس وزن التفاحيه واحده بس، مش اشكال، ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال، عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجله في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا، لعلمك يعني انا بفيد نجله طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات. كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من ايه بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي. جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 ايه ستات كيلو... ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات. انا هشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي عملته دي، عشان ما ينفعش يعني في حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو، تعيشوا وتجيبوا لنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا. ماشي. ماما ما تنسيش تبقي تحطي الحاجات اللي انا جايبها دي في الثلاجه عشان ما تبص. بالنسبه للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربه يعني عشان اشرب شوربه قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟ وانت يا جزمه مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغلي شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها بميت راجل. بص يا دوله، هي قالت لي بكره رمزي احنا هنبتدي متاخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متاخر. ملازم متاخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى. بص اعتبرنا دوله قدمت مستقلتي. مستقل ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي. بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين حبيبتي. انت الباقيه لي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي. خدي ادي ربع جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. ربع جنيه ده؟ قبل نجلاء بتديني 5 جنيه. خد خليها علشانك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام؟ مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما اصل انا ماليش نفسي يعني النهارده، فهخش انام كده هو يعني. ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه. حاسب وسعه يا جدعان، وسعه يا اخوانا. الزبون جاي لي. ويلكم 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 وراريو من زمان. لوك بقى احنا عندنا هنا ستاتيوز سمول اند بيج، عندنا البومز فور فوتو، ها اني ثينج يو وونت يعني. شكرا. انا عايز اصور باسبور. صور باسبور. اقف بقى في الصف يا خواجه بدل ما انا اسوعك بزيز عصايه. اقف اقف. هي نسخه واحده وهيمشي على طول. والله يا ست الكل بتكسفيني يعني عشان خاطرك، انا بحب النظام. هو ايه الورق اللي هنا اللي مرمي ده على الارض؟ ازاي ترموا الورق كده على الارض؟ ايه يعني مش عايزنا يعني نشتغل ولا عايزين نقعد يعني جنبك؟ لكن ما تسيبوش الورق كده مرمي على الارض، احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورق عشان الارض تبقى نظيفه. حاضر يا ست الكل. كلب السرايا. بص الصراحه يعني انا متضايق من اللي حاصل ده، انا ما اتفقتش معاكي على كده من الاول خالص يا نجلاء. قول لي يا ابي عادل انت عاوزني اعمل ايه وانا هعمله لك. ايوه يعني انت اتعديتي المساحه المخصصه اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه؟ ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده، هقول لهم ما يدخلوش.
لا يعني بس كمان المكنه اللي انت بتصوري بيها دي بتستهلك كهربا كتير جدا، وبعدين انتوا طول اليوم بتصوروا على طول الله اكبر. يعني ايه يعني اعمل ايه؟ خلاص فاتوره الكهرباء انا اللي هدفعها. طب والميه؟ الميه دي ها يعني عايزك بقى تعلي الاجره اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى 30 جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. لا انا ما كانش قصدي 30، انا غلطت وانا بنطقها، انا كان قصدي 50 جنيه في اليوم. حس كده بقى، يبقى نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت قصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا يحكموا ويعرفوا بقى مين فينا اللي غير كلامه. يا رجل انا كنت بهزر معاكي، معقوله يعني هاخد منك حاجه زياده؟ بالعكس ده انا كنت هاخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاكي مبلغ يعني. ربنا يخليك ليا يا ابي عادل. وعموما يعني دي العشرة جنيه بتاعت النهاردة. مرضي؟ اه مرضي يا ست الكل. رب ولا تصور يلا وانت ساكن. انت زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشه التفاح بتاعتي؟ وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحله بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عناية. وعندك بقى كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. بقول لك يا استاذ عادل، ما ينفعش كده، قاعد من صباحه ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك، اتكل على الله. تأمرني باي خدمه يا رمزي باشا؟ ايوه بقول لك، نزل الاستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس انا عارف. بس كده انا يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشه نضيفه بلا قطيفه. اصيل يا رمزي اصيل، كلب السرايا. رمزي شكرا على الكوكتيل. يعني انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله، يعني ما بنقعدش مع بعض. وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه؟ يلا انت عبيط. اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟ يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يا انا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار. يلا يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ اه يا دولة والله تخيل. لا يا انا هزار يعني، بص انا كنت مفكره بجد يا دوله. لا هزار يلا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ يا دوله دي ست عظيمه يعني، بميت راجل الست دي. ست ايه يا ابني؟ ست ايه؟ دي بنت صغيره عندها 16 سنه يعني، ما علينا يعني. المهم بتديك اجر كل شهر ولا ايه الحكايه؟ لا يا دوله، هي بتديني باليوميه. باليوميه؟ يا سلام، شوف ازاي. عيله صغيره بس لفك على صباع رجلها يا معلم. ايه يا دوله في ايه؟ انت كده غوغشتني يا دوله. ما في. وبتديك كام بقى يوميه على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب مش عامله لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني، اكلك شربك كسوتك في العيد الصغير، العيد الكبير، عيد الفلاح، عيد العمال، كم الاعياد اللي عندنا؟ ده عيد تحرير سينا، بتجيب لك كسوه؟ لا يا دول. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم، وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دليني انت يا دول يا ابن عم، يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت ابن عمي يلا وانا لازم اقف جنبك، نجيب مكنه جديده وننفسها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين؟ طيب مش اشكال، هرهن البضاعه اللي في البازار، استلف، ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جايلنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة، عفارب عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي عامل خبره، هديك يا رمزي 25%. ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضه. يلا هي بتديك 25 جنيه، انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة، انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزياده. 30 جنيه في اليوم؟ يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع، يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. خليك ايه يا عم؟ انا كنت هروح فتيس.
اتفضل يا ادي. مش ايه دول؟ ايه ده معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك. انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم ماشي، وانا هم دول خليهم كده اهو. ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك من 600، يبقى فاضل لك كام؟ 280. بس انت معاك حاجه تاني؟ هم ال 2 جنيه دول تدول. هات انت جنيه وانا جنيه. اسمي حاسب على المشاريب بقى. خلاص يا رمزي، ودي مش محتاجه حبر، انت على طول بتدوس على الزرار الاحمر هتلاقي المكنه دي طلعت مكانها على طول. بس ايه ده؟ انتوا جبتوا مكنه جديده؟ اسمها مكنه كبيره، مكنه حديثه اكبر من المكنه بتاعتك طبعا. طب كويس بقى، ده انا اتفقت مع ناس هيجوا يشيلوا المكنه بتاعتي. بتنسحب يا سيد الكل. ليه 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 يشيلوا المكنه؟ ما تخليكي قاعده هنا يا ماما بتسترزقي تاكل عيش يعني. عموما الناس اللي هيجوا يشيلوا المكنه انا كده كده محاسباهم، يا دوب بس هيجوا ياخدوها ويمشوا على طول. يا بنتي اقعدي يا بنتي كلي عيش يا بنتي، معقوله يعني هتنسحب بسرعه؟ خلي عندك روح قتاليه. يا دوله ده هي خافت من شكل المكنه بتاعتنا. انت بقى يا رمزي مش عايز تاخد ال 25 جنيه بتوع النهارده؟ ليه 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 25 ايه؟ مش عايزهم ده انت هتشوفي ايام مقندله، ايامك اللي جايه سودة. ولا يا رمزي ولا يا رمزي ما تخوفهاش يا ابني، هي مرعوبه لوحديها. انا ايامي اللي جايه سودة. على العموم هنشوف وربنا يوفقكم. سلام. مع السلامة يا حلوة. يا حلاوتك يا دولة في الشراني. بعدين يلا رمزي، من صباحية ربنا ومفيش ولا زبون دخل لغاية دلوقتي. دولة أنا خلاص تعبت خالص من الوقفة. ما هو كل ده منك انت، طول ما انت ببوزك كده هتفقرنا على طول. قال طب ما انا كنت شغال معاها ببوزي دون وكنا شغالين زي الفل، يعني خلاص هفقرك دلوقتي. هاي يا جماعة، أخبار الشغل إيه؟ أنت فاتحة فين يا ست الكل؟ مش فاتحة. إيه ده؟ طب والزباين طيب بتوع حضرتك؟ ما تبعتهم لنا طيب؟ أبعت لك إيه؟ ده كان موسم امتحانات وخلاص، إحنا دلوقتي في أجازة. أجازة؟ يعني إيه؟ يعني مفيش شغل ولا إيه؟ خالص. طب ومكنة التصوير بتاعتك عملت فيها إيه؟ كنت مأجراها وبعد كده رجعتها لصاحبها. فعلا ست الكل. كلب السرايا رجع تاني. هو انت اشتريت المكنه دي؟ اشتريتها عشان اجرها للناس الهواه اللي بيحبوا ياجروا مكنه تصوير في المواسم يعني. ايه رايك بقى ما تاجريها منه وتشغليني معاك يا ست الكل؟ فعلا كلب الباشا مات مشيت وراه كل البلد، الباشا نفسه مات ما مشيش وراه ولا كلب. اطلع بره يا كلب، بره بره. وانت مستنيه ايه؟ جاي تشمعتي فيا؟ اطلع بره لو سمحت. المهم اللي انا عاوزكم علشانها دي مهمه استنحاريه، ها؟ مش اي حد يقول دي. لازم تكون رجاله قلبها ميت، لافه وعارفه الدنيا كويس. لا بقى بيهمها لا قانون ولا حكومة. أنا عايزكم يا جماعة تفوتوا في الصخر وتسيحوا الحديد. المهم يعني هتقبضنا؟ عيب عليك، كل واحد يا رجالة ليه ربع جنيه برايز وشلينات لو استنصتوه ورمتوه بالحجارة، ها؟ أول ما تشوفوا على طول. أنتوا عارفين شكله ولا لأ؟ شعب عليك يا رمزي، شاور لنا بس أنت على الضحية وإحنا مش مخالك سلخ. هشاور لك يا معلم، أنا عاوزكم بقى تكرتوه على قفاه لحد ما يقيح. زي ما عملنا فيك اول ما عرفناك. بس احنا دلوقتي بقينا اصحاب وحبايب صح ولا لا؟ شفتوا بقى انا ازاي بجيب لكم شغل وبظبطكم. يلا بقى مع السلامه يا رجال، مع الف سلامه، مع السلامه، مع طب مع السلامه يا رجال، مع الف سلامه. ايه ده يا رمزي؟ ايه العيال المتشرده دي؟ لا دول كانوا بيسالوا على تمثال نحو الاميه. لا ما دام تمثال نحو الاميه بقى لازم يسالوك انت صح. بقول لك يا رمزي روح هات لي سندوتشين بسرعه عشان ما افطرتش. يلا يا عم تبعت حد غيري يا عم، ما فيش حد غير هنا في المحل ده. يخرب بيتك يا رمزي، انت مش عارف ان ما فيش حد غيرك هنا في المحل؟ ما ايوه يا ابني ما فيش غيرك في المحل. روح يلا بسرعه. المحل قافل بتاع السندوتشات. استهبل يالا انت لحقت تروح؟ روح يا هات السندوتشات يا بقى. دوله بقى
دولا هو محسن اللي كان متجوز سناء ده رخم ليه كده؟ انت مالك ومال محسن؟ ومال محسن بالسندوتشات اللي انا بعتك تجيبها؟ هو صحيح دولا محسن ده عايز يرجع سناء تاني ولا ايه؟ انت مالك يا ابني؟ تتكلم في حاجات عائليه زي كده ليه؟ انت مال ايه اللي دخلك في الامور العائليه دي؟ هو انا مش من العيله يا دولا، انا مش ابن عمك. هو عشان ابن عمي تبقى من العيله؟ امال لا يا ابن العيلة حاجة وابن عمي حاجة، انت فاهم غلط خالص. مفيش صلة قرابة بيننا وبينكم يعني. ازاي يعني؟ يعني ده موضوع هبقى فاهمهولك بعدين. المهم تجري بسرعة دلوقتي تجيب لي السندوتشات. خد وهات لي نفسك سندوتشين كمان يا عم. معقولة يا دولا؟ يا ده عيب يا ده، انت ابن عمي. فتحي انا عايز اشوف الشقة. شقة؟ شقتي انا؟ مش شقه خالتي؟ لا شقه خالتك اكيد في السويس يا بورسعيد على حد ما اعلم يعني. انا طبعا قصدي شقتك انت. بص بنتي مش هتخش على عفش قديم ترميه توزعه، مش مشكلتي. انا هنزل انا وهي بعد ما نشوف الشقه وننقي عفش كده عرايسي. ماشي الله يكتر خيرك يا طنط. انا مش عارف انت ليه مكلفه نفسك كده. لا احنا هننقي العفش ونجيبه وانت اللي هتدفع. انا اجيب حضرتك تجيبي، المهم ان تجيب واحد صدقيني يعني مش هتفرق معانا. بس انا الزماره اللخماني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا سناء انت ما لبستيش لسه؟ الماتش بقى عليه نص ساعه. لا ما انا مش هلعب النهارده. ايه ده انتوا هتلعبوا؟ لا احنا هنروح نتفرج على ماتش الاهلي والسكه في نادي السكه. على فكره انا اسمع ان استاد نادي السكه مكيف، حتى بالاماره اللعيبه بيبقوا لابسين شورتات ومش بردانين، تلاقيهم متقلين من فوق. انا مش خارجه يعني مش خارجه. ليه كده يا سناء؟ ابوس ايديكي ابوس ايديكي، ما تحطمنيش، انا محتاج لك. انا طول عمري بروح الاستاد وبقعد هناك، انا بشاور بالعلم وماما قبل ما تعيا كان بتزمر او العكس، وبعد ما عيت ما لقيتش حد يزمر وحد يمسك العلم معايا، انا بقعد ازمر وبشاور بالعلم الاتنين مع بعض. بابا ماما انا مش خارجه معاك يعني مش خارجه معاك. امال مين اللي هيزمر؟ السلام عليكم. كويس انك انت جيت يا استاذ عادل. يرضيك يرضيك ان سناء مش عايزه تخرج معايا؟ طبعا يرضيني، برافو عليك يا سناء. شوف يا ابني بنت الناس لازم تستاذن الاول قبل ما تخرج. برافو عليك. لا ما فيش مشاكل يا سناء، خرجي معايا. حاضر يا ابي. طب اتعلم بقى يا. وعلى كده عشان ما تتضايقش حضرتك، تحب نرجع الساعه كام؟ بص يا سناء انا مديكي كارت بلانش ترجع زي ما انت عايزه. طب امسح مناخيرك. ضحكت عليك، مفيش اي حاجه في مناخيرك تمسحها. عارف لو عملت كده تاني مش هخليها تخرج معاك. انا بقول لك اهو. اخرج معاه ازاي؟ افرض حصلت مشكله، حصلت خناقه، اعمل ايه وانا ست بطولي؟ بطولك ازاي بس يا سناء؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل يعني؟ وبعدين لو حصلت مشكله انت مش معاك راجل ليه؟ هو في حد تاني خارج معانا ولا ايه؟ لعلمك ده عايز ياخدني معاك عشان لو حصلت مشكله ادافع عنه. لا انا ما بخافش من اي حد يعني، سريع جدا. وبعدين هي مرة واحدة بس اللي اتسرع مني فيها البنطلون. وعايز نخرج معاه وكمان في الاستاد؟ ده بيقولك اتسرع منه البنطلون. وايه المشكلة يعني؟ ما تلبسيش انت بنطلون وخلاص. كويس قوي يا فتح ان انت صرحتنا بحكاية البنطلون دي. البنطلون بس يا جماعة، مفيش خروج قبل ما تشربوا العصير اللي انا جايباه. ايوه محدش يمد ايده على العصير، انا بقول لكم اهو، لان دي مش هتبقى خروجتكم، هتبقى خرجتكم. انا رأيي ان انتوا تاخدوا العصير ده تدوه للفريق المنافس بتاعكم. عادل مش هخرج معاه يعني مش هخرج معايا. عادل بص يا رانيا، انا في موضوع مهم جدا عايز اتكلم معاكي فيه، بس قلقان جدا لان انت بالذات لسانك ما بيقعدش جوه بقك خالص. خس عليك يا عادل، خس عليك يا عادل، انا لساني ما بيقعدش في بقي؟ حرام عليك يا مفتري، ده انا خزينه اسرار البيت ده كله. ماشي يا خزينه، على الله بس تقولي لحد. محسن طليق سناء جالي وعايز يرجع لها. هايل، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان هو حس بغلطته وحس بالندم وعايز يرجع لسناء تاني، لانها حاجه. ايه ده؟ بس ده سناء مخطوبه يا حبيبي. يا سلام، لسه واخده بالك دلوقتي حالا ان سناء مخطوبه؟ وحتى لو ما كانتش مخطوبه انا ما كنتش هرجعها لمحسن، ده ندل وجبان، استحاله ارجعها ليه يعني. ده كفايه كفايه ان هو بهدلها البهدله دي كلها، ان شاء الله حتى تقعد تعنس وما ترجعلوش. ما هو انا ما عنديش مانع خالص ان سناء تعنس، بس على الاقل ما تبقاش العنوسه عندي في البيت. بصي يا رانيا، انا ما بفكرش في كده، انا بفكر ان فتحي ده لو اتجوز سناء هياخدها ويمشي، يبقى اكيد ان شاء الله مش هتعنس ولا حاجه. ما
هو أصل مش عايزاك تحط أمل كبير قوي على موضوع فتحي، لأنه الحقيقة إن سناء بتعمل فتحي تقريبا وحش جدا لدرجة إنها ساعات بتديله بالجزمة. بالجزمة؟ بص يا حبيبي، أنا عايزاك تروح تكلم فتحي وتقول له إنه هو لازم يسترجل شوية مع سناء، يعني يحسسها برضه إنه هو ناشف كده، تحس برجولته، لأنه مهما حصل الست دايما بتبقى حاسة إنها لازم تحس كده إنها ضعيفة قدام الراجل بتاعها. هو ده طبيعي طبعا، لازم الراجل يثبت نفسه طول الوقت قدام الست يعني. تلعبينه ريست؟ ريست إيه عادل؟ بس أقول لك على حاجة يا حبيبي، أنت بكرة تكلم فتحي وتقوله إن هو لازم يسترجل شوية، وأنا سيب لي سناء أنا هتكلم معاها وأقنعها ونخلص بقى. ماشي، سيبك من سناء ومن فتحي ولاعوا الاثنين، تلعبين الريست، لازم احسسك برجولتي طول الوقت. لعبين الريست؟ ماشي عادي، يلا ماشي العابي ريست. انت ماسكه في الطرف. استنى بس ما تحججش. ها حسيت برجولتي؟ انت كنت عايزني في ايه يا استاذ عادل؟ بص يا فتحي، انا عايزك في موضوع مهم جدا، بس انت ايه اللي شخرمك كده؟ انت رحت الاستاد برضو؟ اكيد رحت ماتش الاهلي ما دام في احمر كده. ده مش من الاهلي ولا من الاستاد، ده انا اتقلبت في الشارع بتاعنا. طب وما كلمتش سناء ليه؟ تيجي تاخد حقك يا عم العنتيل. روح هات له قهوه بدل المرمطه اللي هو فيها دي. دول القهوه دي بتاعه الكبار، انا هروح اجيب له جنزبيل وحاسب رجاله وارجع تاني. خلاص مشي. قول لي بقى، انا عايز اقصد يا فتحي في موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا. مهم جدا، قوله لي على طول وانا هسمع على طول. قول. بص يا فتحي، ايوه، تفتكر ازاي الطريقه بتاعت التعامل بين الراجل والست؟ حاجه بسيطه خالص. بص، التعامل يختلف. يعني بص، هو الراجل راجل والست ست، يعني ده طريقه وده طريقه، يعني اللي يعجب الراجل ما يعجبش الست، واللي يعجب الست ما يعجبش الراجل، وشقلبها هي هي. ايوه، واغسل يداك قبل الاكل وبعده، وهنيالك فاعل الخير والثواب، والبحر بيجوع. انا تهت، مش فاهم حاجه، البحر ايه اللي بيجوع؟ ايوه، انت اصلك مش فاهمني. يعني تفتكر ازاي الراجل يعامل الست؟ يعني هل ينفع مثلا الست هي اللي تمشي الراجل يا فتحي؟ لا 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 لا، معلش يا استاذ عادل، انا اسف، يعني انا ما اقدرش اتدخل يعني بعلاقتك الشخصيه انت ومدام رانيا نهائي. ما اقدرش اتدخل، لو اتدخلت هبقى انا اللي وحش صدقني، لان هقول حقيقتك، هقول حقيقتك كامله ليها، واقول حقيقتها كامله ليك صدقني، هلخبطكم في بعض وفي الاخر هتزعلوا مني، وانا ما بحبش حد يزعل مني. لا لا لا، انت فاهم غلط خالص، انا ما بتكلمش على رانيا، انا بتكلم على سناء. ايه ده، هي سناء كمان بتعمل معاك كده؟ لا لا لا، تقلقش يا استاذ عادل، انا هكلمها تخف عنها شويه. سناء تعمل معايا انا كده؟ يا ابني افهم بس كويس قوي، انا بيتي ممشيه على العجين ما يلخبطهوش، مفيش واحده من الست ستات اللي عندي في البيت تقدر تتنفس، واخد بالك، تتنفس من غير ما تاخد اذني اصلا. انا بتكلم على علاقتك انت وسناء. أنا عارف إن أنا قاسي جدا شوية، حبتين صغيرين كبار يمكن، مع سناء، بس أنا يعني هظبطها إن شاء الله، ما تقلقش عشان خاطر عيونك. فتحي، العبط لما بيزيد بيقلب لهبل على طول، عشان كده أنا جاي أتكلم معاك بقى في حاجة تانية خالص. أنا هجيب لك الخلاصة، هجيب من الآخر. كله أنت يا فتحي لازم تبقى راجل. أيوه، قدام سناء. وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شو، يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. خلاص صبحي يا حبي يا حبي، خلاص يا فتحي، يا فتحي، خلاص يا فتحي. بحبها يا استاذ عادل، بحبها قوي، وكلمة بحبها دي كلمة لا يمكن تعبر خالص عن حبي ليها. أنا بحبها، بحبها حب من الحب. انتوا ايه، مش حاسين ان انا بحبها حب من الحب؟ بحبها خلاص.
خلاص ما دام بتحبها يا اخي لدرجه الجنان اللي انت فيه ده حسسها برجولتك. شوكها بدقني؟ شوكها بدقنك؟ هتستهبل وانت عندك دقنه اصلا؟ ايه ده، ما انا بحلقها كل يوم وما بتطلعش. خلاص اضربها بالجزمه. اضرب دقني بالجزمه؟ ما هي وشي يوجعني. فتحي روح يا فتحي، روح يا فتحي، انت ما فيش فايده فيك، اتكل على الله. اتكل على روح فين؟ اتكل على الله، امشي يا فتحي، انا مش ناقصك بجد بجد. مش ناقصك. انا فهمتك، انا فهمتك، انا فهمتك فهمتك. صح صح، انت عايزني اوري سناء الوش التاني. وانت عندك وش اولاني اصلا. اتكل على الله، اتكل على الله، امشي امشي، اخرج بره البازار. اخرج بازار؟ بازار ايه اللي اخرج منه انا؟ اخرج من هنا، اخرج من عندنا يعني. فين البازار اللي اخرج منه؟ هو ده اسمه بازار. يلا اتكل على الله يا فتحي. ايه ده بازار ده؟ انا كنت فاكره دكان. يلا يا فتحي شو دي بيع. يلا يا فتحي ما تخلينيش الغي رايي. يلا. لا 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 يا حبيبي، اتكل على الله يا استاذ عادل. يلا يلا خلاص، حلوه البوسه. شكر والله على كل اللي انت عملته معايا. يلا حاضر حاضر، خليك كله زي ما هو اهو. شاكرين يا استاذ عادل، اشكرك جدا والله. اللي رجعت تاني. انا قلت اجي اقعد معاك شويه بس كنت تتكلمس. لا وايه اللي قعدك معايا تكر على الله؟ بس العيال اللي ضربوني لسه واقفين بره. واقفين بره؟ ولا تعالى يالا، تعالوا هنا يالا. انتي مخبية عليا حاجة؟ انا مخبية عليكي حاجة؟ مش ممكن طبعا يا بنتي، ما الاكل عندك على الترابيزة كله مش مخبية. يا رانيا يا بنت مجيدة، ده انا لف 30 واحدة زيك حوالين صباع رجلي الصغير. على فكرة بقى انا مفيش 30 واحدة مني، انا رانيا واحدة بس في الدنيا كلها. في سر مخبية عليا؟ انا اطلاقا. طب عيني في عينك كده. يا سلام. ناسية انا استاذة علم نفس، يعني الحاجات دي افهمها عادي، وانتي مش محتاجة لعلم نفس ولا حتى ربع كتاب. بصراحة يعني انا مخبية عليكي حاجة بس ماما مش هقدر اقولها لك. طب ايه رأيك تقولي لي على الحاجة ديت وتبقى سر بينا، يا اما يا اما اديكي قلم على وشك يناسيكي كل اللي فات من حياتك. محسن تليك راح لعادل البازار وطلب منه ان هو يردك بس عادل رفض. محسن؟ طب ايه رايك يبقى الموضوع ده سر بينا وما تقوليش لعادل انك قلتيلي. يا بنتي انتي بتهرجي، انتي بتهرجي بحياه ربنا بجد يا سناء، انا امينه الاسرار في البيت ده. ما انا عارفه انتي اي حاجه بتسمعيها مش ممكن تقوليها ابدا لحد. يعني كده خزينه اسرار. السلام عليكم. ايه ده؟ يا رانيا مخبية ايه عليا؟ انا مخبية حاجة حاجة؟ انا مخبية حاجة؟ حرام عليكم يا جماعة، حرام عليكم، مالكم كلكم النهاردة بتقولوا ان انا مخبية حاجة ليه؟ حرام عليكم يا جماعة، يبقى اكيد مخبية حاجة. تعالي وريني، عيني في عينك، تعالي. مخبية ايه؟ اصل الصراحة يعني سناء عرفت ان طليقها محسن جالك البازار وانت رفضت ان انت تردها. يا ده لا يمكن ابدا يحصل. ليه يا طنط بس ليه؟ ما احنا عايزين نخلص من سناء فنجوزها اي حد وتفك عننا شويه. ده محسن ده ندل وجبان وواطي، ده ياما عمل فيها وبعدين اتجوز عليها. انا ما انساش يوم ما رحت ازورهم قاعد يطفح وياكل وانا واقفه جعانه وما سالتش فيا، ده بيدفعها مواصلات وهي معاه. لا يمكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، سناء مش هتتجوز محسن طول ما انا عايش. بقى كده يا رانيا خش انت بقى يا ماما، ريحي في اوضتك بدل ما انت كنت نايمه انا اهو على الكنبه. بقى كده يا رانيا، بقى كده تقولي لسناء. ماشي يا رانيا ماشي. عادل اقعد.
عادل، انت ما قلتليش ليه ان محسن جالك البازار؟ انا شايف البراد على البوتاجاز، هروح الحقه قبل ما يفور ويولع الدنيا. المطبخ من هنا مش من هنا. رانيا رانيا اروح انا بقى الحق الشاي فعلا قبل ما يبوظ. انت هتستعبط؟ نعم نعم خير. كل الخير. سناء بصي انا هتكلم معاكي بس بالذوق. انا اللي هتكلم معاك. كل انك قويني ببيتك ده ما يديلكش الحق انك تتدخل في حياتي وتمشي في الممنوع وتركن فيها بالطريقه دي. قويكي في بيتي ايه يا سناء يا حبيبتي؟ انت اختي. لا لا قويني وجميله وانا شايلها في رقبتي ومتشكره جدا، لكن لما طليق يجيلك ويعوز يردني تاخد رايي الاول، مش ترد كده من دماغك. اه صح برضو لازم اخد رايك فعلا. وما تعملش 10 رجاله عليا. اه 10 رجاله ايه؟ ولا 100 راجل ينفع طبعا. ولا انت ولا 100,000 راجل يقدروا يمشوا كلمتهم عليا. ولا بلد بكامله يعني حد يقدر يمشي كلمته عليكي. يعني انا وفتحي اتفقنا على كده على فكره. فتحي؟ ايه اللي جاب سيرة فتحي دلوقتي؟ انت عملت ايه انت وفتحي النهارده؟ مين قال فتحي؟ انت دلوقتي قلت فتحي. لا انا بقول بالنسبه لفتحي يعني كنت باصي عليك يا سناء. موضوع محسن موضوع فتحي مالكش دعوه بالمواضيع دي خالص. حاضر تأمري بحاجه تانية؟ اتجوز فتحي ارجع لمحسن شيء ما يخصكش، وما تفكرش في مواضيعي وما تاخدش فيها اي قرار. فاهم؟ فاهم طبعا يعني، بس حضرتك يعني تتجوزي فتحي ومحسن اتنين مع بعض يعني غلط طبعا يعني. شيء ما يخصكش شيء ما ما تفتحش بقك في الموضوع دوت ولا تفكر فيه حتى جوه في دماغك حتى في سرك. وانا لو فكرت فيه في سر يعني هتعرفي انت ازاي؟ هيبان على قفاك يا سعادل. طيب عايزه مني حاجه ولا خلاص ولا ايه؟ بالسلامه. ماشي مع السلامه. يا رانيا فين الشاي يا رانيا؟ لا انا راجل البيت اطلب الشاي الشاي يجي. ومع بدء موسم التزاوج لهذا الحيوان تتنافس الذكور على ارضاء الانثى بشتى الطرق، فتتناطح الذكور وتتعارك بدمويه. يلا خليهم يقطعوا بعض. تحب اقول لك كنت فين يا نوجة؟ وتقولي لي ليه انا كنت فين؟ انا عارفه كويس انا كنت فين يا سوسو. تحب اقول لك كنت بتعملي ايه يا نوجة؟ برضه انا عارفه يا سوسو انا كنت بعمل ايه. ويا ترى امك يا نوجة؟ ولا بلاش امك هي مش فارقه معاها. يا ترى جوز اختك يا نوجة كان عارف انك في حفله ميد نايت حفله سينما مع راجل متجوز؟ لا يا سوسو يا حبيبتي انا بصراحه كده ما اعتقدش خالص انه عنده فكره باي حاجه. يا ليله الادب، انا اللي اسمي مخطوبه بروح حفله من 6 لـ 9، انت داخله ميد نايت يا بكحة؟ ده انا هجر راسك هفضحك يا عادل. بس بس يا عادل. بس 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 يا عادل. بس بس ابوس ايديكي بطلي بقى ما تقوليش لحد. سيبك من ايديا وبوس رجليا. انت عايزه مني ايه؟ وكملكة النحل تقوم أنثى هذا الحيوان بتسخير أفراد من القطيع لخدمتها، في حين تستلقي على ظهرها في استرخاء في بركة من الوحل. هو في وحل أكتر من اللي احنا فيه ده؟ يلا نجري اعملي لي كوباية شاي سخنة عشان اللي اسمه فتحي ده قلب لي نافوخي. يلا شهلي. استني وريني ايدك اللي بيها. لا 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 سناء دي بتوجع قوي. اخصى عليكي يا نوجة. انا يا حبيبتي اذيكي؟ انا اضربك؟ ده انت زي اختي الصغيرة. المانيكير الجميل ده بتاع امك؟ ايوه. طب يلا يا حبيبتي انجري ادخلي اوضه مامتك هتلاقيها مخبيه ازازه المانيكير تحت المخده، تجيبها لي عشان عايزه احط منها، وبعد كده تنجري تمسحي المانيكير من ايدك عشان ما بحبش حد يحط نفس اللون اللي انا حطاه. حاضر. شهلي. الو محسن، احنا مش قلنا ما تتصلش هنا تاني؟ انت غتيت قوي كده ليه؟ استنى استنى استنى. قد يباغت احد ذكور هذا الحيوان الانثى بالاقتراب المفاجئ،
وبطبيعة الحال تنبئ محاولاته بالفشل في بداية الأمر. لكن في دنيا الحيوان البقاء للأقوى. البوم عمرو دياب الجديد يحقق اعلى مبيعات بعد ظهوره بالنيو لوك. اي كلام بيكتبوه خلاص. ايه علاقه النيو لوك بالمبيعات يعني؟ اه صح. دولا هو يعني ايه اللي هو النيو لوك ده؟ نيو لوك اسمه نيو لوك. نيو ايه يا دي؟ انت مش طالع من اعدادي يا دي وكنت عارف انجليزي يا دي؟ ما ايوه دولا، ما انا طالع من اعدادي بسبب الانجليزي ده. ليه يا ابني؟ ده الانجليزي ده سهل جدا، فيري ايزي. لا يا دولا، اصل انا الماده الوحيده اللي ما كنتش بفهمها هي الانجليزي دي. ده على اساس ان انت كنت فاهم المواد التانيه. عموما نيو لوك مفسره نفسها. نيو يعني ايه؟ نيو يعني شباك. شباك؟ اي هيصه جاي فيها نيو. يلا نيو يعني مثلا جديد. هو نيو يعني جديد. يعني لما بلاقي واحد راجل مثلا لابس حاجه جديده بقول ايه؟ الراجل ده لابس جديد في جديد، يعني لابس نيو في نيو. اه يا دولا صح. اترين وانا بروح اشتري لمبه جديده من عند الكهربائي بقول له لو سمحت عايز لمبه نيو. نيو؟ اه لمبه نيون يعني جديده قوي. يلا لانج يعني. امال الشباك يعني ايه دولا؟ انا نسيت. اللي هو الشباك اللي هو دور اللي هو مثلا ما اقول لك اوبن ذا دور يعني اقفل الشباك كده يعني. اه يا دولا عليك يا سلام. والله يا دولا ده انا من غيرك ما سواش حاجه. وبيا ما تسواش حاجه برضو يا رمزي يعني. طب يا دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه؟ اللوك اللي هو اما باجي اقول لك مثلا بص على حاجه بقول لك لوك 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 لوك. اه لوك 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 اللي هو الكلام الكتير وصداع. لوك كلامي يا غبي اللي هو توك 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 اللي هو الكتير بقى. توك 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 اللي هو بيمشي في الشارع ده بيتكلم. اللي بيمشي في الشارع بيتكلم؟ لا يا دولا. طب امال ايه؟ اي كلام جاي فيه وخلاص؟ ولا انا مش عايز اي توك توك معايا. اطلع على المخزن، عايزك تلوك لوك عليه وعايزك تنضفه وتخليه نيو نيون بيلمع. يلا دول ما انا لسه. يلا جو جو. ما دول لسه. no. طب انا عايز ال. طب انا هنا ام يا دول. طب ان يا دول لو سمحت. ها خلصت الانجليزي؟ يلا على هناك. ماشي حتة مرنا استاذ عادل تحت امرك. يا حتة انا طالب شاي قبل الراجل ده. انت دي تاني كوبايه بتنزلها له وبعدين يعني. وانا كمان يا دول ما حدش نزل لي حاجه. انت طلبت حاجه؟ لا استاذ عادل بعد اذنك بقى يعني سيبنا نشوف السبوبه. يا سلام، هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس لا مؤاخذه يعني كل برغوت وعلى قد دمه. الله 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 الله، بقينا برغيك كمان. يا نهار اسود، فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضى. يا دولا دي قله الاصل على السيف. وعلى السكينه بطيخ. ويا ما دقت على الراس كفوف. ويا ما دقت على الافوف كفوف. الله الله الله، انتوا هتلون عليا انتوا الاثنين بقى ولا ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبوره؟ دولا اروح اجيب البشاوره يا دولا. اجيب البشاوره عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه. بس كده يا دولا السبوره هتتمسح ومش هنعرف ندفع. بص بص بقى رمزي، انا يعني ساكت عشان استاذ عادل قاعد بس، انما لو كنت لوحدك كنت وريتك. ايه هتعمل له ايه؟ حته ما تخلينيش اغضب عليك، اقوم اقطعك ل 100 حته. اه يا دولا والنبي، ونحط بقى كل حته في حته. بس بقى اسيب لي حته. كده كده ماشي. طب انتوا بقى الاثنين زباين كحيتي، واخركم اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما بتدفعوش بقشيش. يا سلام، اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا امبارح طالبين ثلاثة شاي. اه ثلاثة شاي بعد ما كسرتوا الثانيه وانا اللي دفعت ثمن الكوبايه اللي اتكسرت. يا حته يا حته لحظه. ايوه يا باشا، الراجل اللي بيننا بقى ده استاذ عادل بيدفع بقشيش 5 جنيه. ايه يا حته؟ 5 جنيه ليه يعني؟ بيشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عنده محل زيك ولا مؤاخذة يعني كان فقران زيك، بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده 5 محلات وكل ده في سنة واحدة. أكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجة؟ لا بصراحة الراجل ماشي في السليم قوي. في السليم وعمل الفلوس دي في سنة ازاي يعني؟ يعني ظبط نفسه بقى كده وراح مطور شغله وراح جايب واحدة عملت له حاجة كده اسمها نيو لوك، دي بقى اللي ظبطت له كل الشغل. نيو لوك؟ طب بقول لك يا حتة، يعني أنت عارف أنت صاحبنا وقد إيه أنا بحبك، يعني ما تعرفش تجيب لي التليفون بتاع الست اللي بتعمل النيو لوك دي؟ عينيا يا برنس، أنت تأمرني بس أشوف شغلي بقى. الله يكرمك. الباشا أمرني. اتفضل. آه
اهلا 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 وسهلا حضرتك. معاكي يعني عادل سعيد، اتفضلي. انا اللي بعت لك اللي هو بتاع كلمني شكرا يعني حضرتك. انا عندي بازار كبير جدا، غير كده حضرتك انا بكتب شعر. ممكن حضرتك تلاقي مثلا الكلام ده مش مهم بالنسبه اللي احنا عايزين نعمله، بس انا قلت اقوله يعني وخلاص. اهلا وسهلا، انا ناني الورداني، ستايلست. ستايلست حضرتك انا عارف طبعا، يعني ان انا خدت نمرتك كمان من حته. حته ده يعني حضرتك مش اهواجي ولا حاجه، لا حته مكان يعني. بس اللي انت ما تعرفوش ان انا ليا اكتر من طريقه للشغل، هعرفهم لك وانت تختار الطريقه اللي تحبها. اي طريقه حضرتك يعني انا معاكي. بص حضرتك انت المسؤوله عن الحكايه دي، تقولي لي اعمل ايه بالظبط وانا ايدي لا مؤاخذه يعني هتبقى على كتفك. احنا مش هنشتغل على الانترفيس الخارجي بس، احنا هنشتغل كمان على الداخلي. انترفيس حضرتك بصي انا غيرت الديكور بقالي فتره، يعني بقالي مثلا سنه تقريبا مغير الديكور كله. انت اخبار الانجليزي بتاعك ايه؟ الانجليزي لا يعني عارفه ما بستوعبوش قوي يعني. غريبه، انت بتشتغل في السياحه يعني كل شغلك مع الاجانب. لا حضرتك عارفه انا بفضل جدا السياحه الداخليه. شكلك كده هتاخد مني مجهود كتير جدا، بس نو بروبلم. نو بروبلم يعني ما فيش مشكلة، دي عارفها يعني. بص حضرتك أنا معاك واعملي اللي أنت عايزاه، المهم أنا أعمل إيه بقى؟ بص يا سيدي، نيو لوك بتاع الشخصية بيتكون من جزئين. يعني بينزل على حتتين يعني. حتتين؟ حتتين. قشطة معلم، أنا كده عرفت سكتك. بص بقى يا سيدي، الزبون يحب دايماً اللي ينصب عليه. ينصب عليه إيه؟ لا لعلمك أنا عمري ما حبيت حد ينصب عليا وما بسيبش حقه أبداً. لا افهمني، انت دلوقتي لو واقف في البازار بتاعك ولابس قميص ثمنه 1000 جنيه ودخل لك زبون يشتري حاجه ب 2 جنيه لو انت قلت له 10 هيدفع عشان هيكسف منك. وايه اللي يكسفه يعني الزبون؟ يعني هيشوفك برنس كده يكسف انه يفاصل معاك في جنيه ولا 2. تصدقي صح، هدي فهمتها، برافو عليك. الحاجة التانية بقى، أسلوب حياتك كله لازم يتغير، طريقة كلامك، مشيتك، قعدتك، أنت لازم كل حياتك تتغير، لازم تكيس كل الناس اللي حواليك. أكيس كل الناس؟ بس كده يعني متهيألي الأكياس هتاخد نص الميزانية يعني. مش مشكلة، هي هتجيب لك أكتر من اللي أنت دفعته بكتير. صح برضه، بس في حاجات كتيرة أنا مش عارفها، يعني طريقة الكلام، طريقة اللبس، يعني الإتيكيت وكده يعني. أمال أنا بعمل إيه؟ انت سيب لي نفسك خالص وخليك ورايا وانت مغمض، وانا هخليك زي الكتاب ما بيقول. ماشي، اهم حاجه بقى هنستلم الكتب امتى؟ يا بنتي ركزي ركزي وحلي التمرين ده، اهو وصلي هنا بهنا. يا جماعه بصراحه بصراحه انا حاسه كده ان عادل قلب فجاه بقى اراجوز بعد النيو لوك اللي كله عمله ده. والله هو مطلوب النيو لوك دون، بس يعني هو هي از اوفر يعني مش المفروض يبقى بالشكل ده. الراجل ما يعبوش الا جيبه، وبعدين ابني مخلينا مش عايزين اي حاجه خصوصا الايام دي، الحاجات جايبها بزياده قوي 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 قوي. ايوه بصراحه يا حماتي عادل اتغير جدا، بقى واحد تاني ويهتم بالمناظر والمظاهر اكتر من اللازم، وبقى حاجه كده محبطه بصراحه. انا شخصيا معجبه جدا جدا بالنيو لوك بتاع ابي عادل. انا بحب قوي بابا عشان شكله بقى يضحكني. يا ياسمين ركزي ركزي يا ياسمين، انت بتدوري على اي حاجه تشتتك. خش 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 يا رجاله، خش حطولي الكمبيوتر هنا، ويا ريت تفتح لي اللابتوب عشان اشوف في حد بعت لي ميل ولا حاجه. الموبايلات معاك؟ تمام يا ريس. هتفضل معاك عشان ترد على الناس كلها. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي موجوده. طب كويس قوي، خد يا رجاله خد يا رجاله، يلا شبرقوا نفسكم. خد ادي 100 جنيه ستايل عالي يا ريس. ادي 100 جنيه ماشي يا ريس. 100 جنيه ماشي يا ريس. ناقص عادل ده ناقص محدث نعمه. ها اخبار الغدا ايه؟ عاملين لي غدا ايه النهارده؟ عاملين لك جمبري يا حبيبي. جمبري هايل، انا بحب الجمبري. ياسمين روح اقفلي الباب بسرعه بسرعه. خد ياسمين. ايه هتقفلي الباب ليه؟ انت مش سامعه ماما بتقول فيه جمبري؟ ايوه. طيب خلاص، خلي الجيران يعرفوا ان احنا عندنا جمبري وبناكل جمبري. ويا ريت كمان لو في القشر اللي فضل من الجمبري ده ترموه بره على الباب. يعرفوا ايه اذا كان ده نص كيلو جمبري وخمسة كيلو رز؟ يعرفوا ايه؟ ايوه اللي بيشم ما بيوزنش يا حماتي. ناقص ناقص ناقص. المهم الجمبري بعد حتى ما قشرتوه حتى لو نص كيلو طلع قش ولا ما طلعش قش؟ طلع قش. خلاص
القشر ده بقى ترموه بدروق قدام باب السلم عشان كل الناس تعرف ان احنا واكلين جمبري يا اخواننا ستايل. وبعدين ده مش ستايل داخلي بس، ستايل داخلي وخارجي كمان. ايوه بس كده القطط هتتلم عندنا. حتى لو القطط اتلمت، القطط هتعرف ان احنا واكلين جمبري، هتقول للكلاب، الكلاب تقول للفيران، يبقى كل الكائنات الحيه عرفوا. بقول لكم عشان كده ده ستايل داخلي وخارجي، نيو لوك داخلي وخارجي وعلى السلم. ها لو سمحت انا مش عايز اعتراض كتير. بص بقى يا عادل، ده ما اسموش نيو لوك، ده اسمه قذاره. قذاره؟ قذاره ايه؟ اما الناس يشموا ريحه الجمبري دي مش قذاره. الكلام ده لو بيشموا ريحه بتنجان، بيشموا ريحه فول مدمس، دي تبقى قذاره، دي ما اسمهاش قذاره. ولو انتوا خايفين على الريحه يعني، يا خدي ياسمين تعالي يا حبيبتي، ازازه البارفان دي حطيها لو سمحتي على قشر الجمبري، وبعدين سيبيها جنب برضو قشر الجمبري. حاضر يا بابا، بس دي مليانه. بصي يا حبيبتي، انت مش فاهمه بابا قصده ايه. قصده ان الكلاب والقطط بعد ما ياكلوا الزفاره والقذاره اللي عندنا يتبرفنوا، فينزلوا الشارع الناس تعرف انهم متبرفنين من عندنا. معقول الكلاب والقطط ينزلوا وسخين؟ برافو عليك يا سناء، ابتديتي تفهميني يا بابا. البدله يا باشا، البدله. تعالى يا مكواجي تعالى. حسابك كام يا ابني؟ 7 جنيه يا باشا. 7 جنيه؟ انت تهبل ولا ايه؟ انا ادفع 7 جنيه البدله بثمنها 4000 جنيه؟ انت بتستهبل؟ امال كام يا باشا؟ يعني خد ادي 50 جنيه اهي. ده كتير يا باشا. انا ما تقوليش انا بقى اللي كتير، قول للجيران كلها ان انا رحت للاستاذ عادل سعيد واداني 50 جنيه مكوت بدله. حاضر يا باشا. ماشي. حاضر يا باشا، ده كتير والله. حضرتك ستايل ستايل يعني. خلاص تكل على الله. وبص يا ريت كمان تقول للجيران ان احنا النهارده دبحين جمبري والقشر كان مرمي قدام الباب. ها ده كتير يا باشا. ماشي. استنى يا ابني، هات البدله، هاتها. اتعودت عليها. يا مكواجي. ايوه باشا. خد البدله دي. ايوه باشا، خدها هدية عشانك، اتكل على الله. ألف شكرا يا باشا. عادل عادل، 4000 جنيه. عادل عادل، ستايل ستايل يا جماعة، انتوا ايه مش فاهمين ولا ايه؟ أيوة أنا دولة. ها قربت من باب البازار ولا لسه؟ دولة. أيوة أيوة يا رمزة، أنا خلاص وصلت أهو جوه البازار، بقيت جوه خلاص. خلاص أنا شفتك بقى دولة خلاص. استنى ما تقفلش يالا التليفون، خلينا نتكلم كده. ليه يا دولة ليه؟ هو إيه اللي ليه؟ عايزين نقعد نتكلم في التليفون شوية يا دولة. عايزين نوفر كهرباء يا دولة. يالا كهربة إيه يالا اللي نوفرها؟ أنا عايز فاتورة التليفون دي تجيلي الشهر ده مش أقل من 3000 جنيه. طب يا دولة كنت عايزك يعني في طلب كده، وأنا كنت عايز عصاية اللي هي فرعونية. ألو 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 ألو، الشبكة إيه؟ تعالى كده، تعالى الناحية دي كده. الو الو. ايوه الو. ايوه دولة. كنت بتقول عايز ايه؟ كنت عايز منك يعني طلب كده، وانا عايز عصايه اللي هي الفرعونيه كده، علشان وانا بروح اجيب لك طلبات من الشارع، العيال بقى بيشوفوني باللبس ده وانا بقى بيقعدوا يضربوني يا دولة. يعني وانا لما اجيب لك يعني العصايه دي هيمسكوا العصايه يضربوك بيها يا غبي؟ لا يا دولة، ما انا هحطها بقى اعلقها كده وانا على صدر بجنزير. ما الجنزير ده هيربطوك في اي عمود يد ويقعدوا يضربوك بالعصايه برده يا اهبل. يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بلعب كونغ فول. كونغ فول؟ ما انت بقى يا زكي لو كنت كملت وخليتها كونغ فول وطعمية كان زمان بقى عندك مطعم دلوقتي مكسر الدنيا. يا دولة. الو الو بسامع. الو يا دولة. ما تفكرنيش يا عم، كنت زماني متنغنغ دلوقتي. الحمد لله انك انت مش متنغنغ. يلا بقى اقفل عشان طولنا كده. ماشي يا دولة، مع السلامة. عايز ابقى اشوفك بقى. الو 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 الو. ده الشبكة زبالة. التليفونات اللي معاكوا ما رنتش ليه لغايه دلوقتي يا فنديه؟ وانا اعمل ايه بس حضرتك؟ تعمل ايه ايه؟ شوفوا شغلكوا، اتصرفوا يا سيدي. امال انتوا شغالين معايا ايه؟ وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكا من اللابتوب ده. الحمد لله. ايه ده؟ انت نزلت الترابيزه ليه لو سمحت؟ عشان اشغل اللابتوب. شغل اللابتوب وطلعها تاني فوق بعد اذنك، انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لابتوب محطوط على ترابيزه ولا رمزي. نعم يا دول. انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده، والعيال مش اشكال لما يزفوك يالا، لان لما الناس يشوفوا العيال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده، يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي شغال عندي في البازار. يعني انا بمثانه مدير دعامه واعلانات يعني. بمثانه؟ ايوه بمثانه المدير بتاع الدعامه والاعلانات. منك لله، بتقول كلام غريب. الو معلم تيتي. تقابلني في البازار؟ انا ما بقابلش حد في البازار يا معلم، اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه، هو ده اللوك الجديد. امال ايه؟ وبالمره يبقى كافيه عمل. ايه الاكل ده كله عادي؟ انا كده بطني هتفرقع. يا عم ما تفرقع، ايه المشكلة؟ انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوط اللي هيورد لنا التماثيل؟ لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح.
ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطلع بالساهل ولا غلط؟ لا غلط طبعا. انت بتتكلم ليه؟ سيبنا انا اللي اتكلم معاه. هو انت اللي عامل النيو لوك ولا انا اللي عامل النيو لوك؟ اذ ربما بس يعني ما بسش ولا حاجه. انا بقول لك اهو، يعني انت اللي هتبقى المتحدث الرسمي؟ ايوه انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع البازارات. مساء الفل يا رجاله. اهلا اهلا، ازيك يا معلم مسخوط؟ اهلا وسهلا منور. تشرب ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ تاكل ايه يا معلم مسخوط؟ لا 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 لا، لسه دابب عكاوي. خلاص، تحب الف لك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معاك في ورقه تاكل العيال في البيت؟ مفيش داعي، نخش في الموضوع. طلبكوا ايه؟ لا عدم المؤاخذه يعني الكلام هيبقى معايا انا، لان انا المتحدث الرسمي باسم كل اصحاب البازارات. يعني انت مش شايف نيو لوك ولا ايه؟ ماشي، بس طلبيه زي اللي مطلوبه دي تمنها ما يقلش عن 70,000 جنيه. ايه 70,000 جنيه؟ احنا جايين نشتري ترمس ولا ايه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي النيلوك اللي انا عامله ده. طيب يا سيدي ما تزعلش. طب انا عندي طلبيه بس ما بتطلعش الا الغالي، تمنها 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عم. يشتمني انا بس خلص. ايه ده انت بتتكلم ليه بالاولد لوك اللي انت عامله ده؟ هو انت اللي عامل نيلوك ولا انا؟ لو سمحت ما تتكلمش. راعي منظري. منظرك ايه ده اصلا منظر؟ وبعدين اتفضل، عندك تربيه تانية غير الموميه دي؟ ب 150,000 جنيه. 150,000؟ ممكن دي تبقى تربيه كويسه. خلاص جايين في ال 150,000 دي. جايين في ال 150,000؟ طب انا بره البيعه دي. سلام عليكم. بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي ماشي ماشي. عموما التربيه دي انا هاخدها لوحدي بس على شرط. ايه؟ تعلن لكل اصحاب البازارات في المنطقه ان المعلم عادل سعيد خد طلبيه ب 150,000 جنيه. بس كده؟ بعدين يا رمزي، فات شهرين من ساعه النيو زفت اللي انا عامله ده ولغايه دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت، وانا صرفت كل فلوسي على النيو لوك وعلى النيو من اللي حواليا دول. امال انا يا دول اقول ايه يا دول؟ ده انا جسمي كله بقى فقاقيع من كتر الطوب اللي العيال الزغنططه بتزقلني بيه. تزقلني بيه؟ انت قديم قوي يالا. ايه الكلمه القديمه دي؟ ما اسمعش تزقلني يالا، خليك مع النيو لوك يالا. امال اقول ايه يعني؟ يعني تقول الطوب اللي العيال بتشقلطني بيه. اللي بتشقلطني بيه هي وراسي يا دول بقى. اتنين شاي بتوع زمان. ياه رجعنا تاني للشاي بتاع زمان. الحمد لله يا دول ان احنا لقيناهم اصلا. مالك بتبصلي ليه كده حته؟ يلا امشي بقى غور من وشي عشان انا مخنوق منك من الصبح. انت لسه زعلان مني يا رمزي؟ ايوه زعلان يا حته، عشان بتشوف العيال الصغنطه بتضربني وما بتحش عني. حقك عليا يا برونو. يا دول بقى. ايه ده؟ ايه دول؟ معقوله؟ معقوله؟ اهلا وسهلا مع حضرتك عادل سعيد زميلك في نيو لوك. زميلي؟ ايوه حضرتك، انا الدفعه اللي بعديك على طول عند ميس ناني الورداني. وانت بقى اللي بعت حته عشان خاطر ياخد النمره؟ تصدق ما عرفتكش. لا ما حضرتك انت عارف النيو لوك ده اتجاهات، انا عامل شكل جديد واتجاه جديد في النيو لوك يعني. وعامل ايه في النيو لوك؟ والله بعك بعك بعك. حضرتك انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. حضرتك يعني ازاي تفوقت يعني مع النيو لوك اللي انت عامله ده يعني؟ ناني دي كانت دفعتي وانطردت من الرابطه. دفعتك وانطردت كمان؟ طب ما دام انطردت بتديني رقمها ليه؟ وانت عايزني اديك مفتاح سر نجاحي؟ يا عم هو سر الارض، انت كده لبستني في الحيطه يا باشمهندس. لبستك، واتمنى بقى ان الحيطه تكون طلعت على مقاسك. وانت كمان. ماشي يا رمزي ماشي. طب يا رجاله انا متشكر يعني لمجهودك، والله يعني تعبتكم معايا الفتره اللي فاتت. طب والقبض بتاعنا؟ القبض بتاعكو القبض بتاعكو مع الواد رمزي خدوه منه. لا كده مش ستايل كده يا دوله. يالا في ايه يالا؟ انت مش خلاص خلصت من موضوع النيو لوك ده؟ العيال بيضربوك تاني ولا ايه؟ ايوه دول عمالين يضربونا دول، وانا مش عايز بقى، تقريبا اتعودوا على كده، انا مش عايز احرجهم. يا سلام يا رمزي، طول عمرك قلبك حنين. هاي، ايه ده؟ اولا فين النيو لوك بتاعي؟ وثانيا فين بقيه حسابي؟ الحساب يوم الحساب يا قطه. ايه ده؟ انت هتنصب ولا ايه؟ بصي حضرتك انا خلاص جبت اصلك وفصلك. اول حاجه حضرتك اسمك نعيمه ابو ورده. تاني حاجه حضرتك ساكنه في حاره البوشي المتفرع من ترعه ناهيه بجوار مدافن الصدقه. لا بقول لك ايه، العنوان ده غلط. اولا هي مش مدافن صدقه، دي مدافن زكاه.
يا سلام، اهو صادق زكايا كله بثوابه، لكن بقى حضرتك انا مش مسامحك حتى لو زكيتي على كل الميتين جيرانك. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش، مبروم على مبروم ما يلفش يا اخويا، حسابي هاخده يعني هاخده، ده انا نعيمه ابو ورده. يا استاذه نعيمه حرام عليكي، حرام عليكي، ده انت خلاص كنت ضيعتي مستقبلي، ده العيال الزغنطتين كانوا خلاص هيهزقوني. كانوا لسه هيهزقوك، امال اللي في وشك ده ايه؟ نيولوك؟ يا دولا مالك يا عم، عمال تنفق كده ليه؟ هتطير التماثيل. انت مالك انت كل حاجه تحشر نفسك فيها. وبعدين لو انت عايز تعرف ايه اللي مضايقني، مش هقول لك يا رمزي، مش هقول لك ان ماما اتخانقت مع حماتي ومع رانيا. انا حر، مش عايز اقول لك يا اخي انا حر. خلاص يا دولا انت حر يا عم، انت حر براحتك. لا مش عايز يا عم اعرف ايه اللي مضايقك. تعرف انا يا رمزي، انا بجد ساعات بحسدك على الغباوه اللي انت فيها دي، بتمنى ان انا في وقت من الاوقات يكون عندي عشر غباوتك بس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا عارف يا دول، عارفك من وين احنا صغنطتين، عمال تحسدني في كل حاجه، بس انا اعمل ايه بقى؟ انت ابن عمي بقى وانا ابن خالتك وانت شغال معايا، هعمل ايه؟ هستحملك. والله متشكر قوي، يعني متشكر على الواجب اللي انت عامله معايا. مشكله بقى في ماما، يعني هي ردود افعالها بس هي اللي بتبقى عصبيه، لكن هي والله طيبه، يعني بجد ما بتبقاش قصده انها تتنرفز او قصده انها تزعل حد، بس اهو ده اللي بيحصل. يعني انا عارف يا دولا، وانت لازم كمان تعذرها على كده هون. يعني الست والدتك دي يا دولا ست يعني استهزائيه. استهزائيه؟ ده ايه الكلمه العجيبه دي؟ يعني استهزائيه دي تعتبر شتيمه ولا مدح ولا ايه؟ قول لي يا عبقري قصدك ايه يعني. انا هقول لك يا دولا، انا قصدي استهزائيه بالمعنى الحلو، يعني ان هي بتحب تهزئ الناس. طب انت فاكر يا دولا لما هزقتك وقالت لك يا جعر؟ ايه هزقتني دي؟ لا طبعا مش فاكر، بس فاكر بقى رمزي كويس قوي لما هزقتك انت وقالت لك اطلع بره البيت يا كلب، واوعى ترجع تاني، ومالكش دعوه بعادل، وارجع بلدكوا يا رمزي، ارجع بلدكوا يا ابني. على فكره بقى دولا، الحاجات دي كلها ما فيهاش اي حاجه وما تزعلش اصلا، يعني دي ست طيبه يا دولا، والله العظيم ست طيبه، ولو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. انت بتقول فيها والله يا ابني طيبه، طيبه جدا يا عم. ولا طيبه ولا نيله. انت بتبرطم بتقول يلا. لا ما ببرطمش دول. بتبرطم بتقول ايه؟ بقول هي لو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. ما انت لسه قايلها، ولا انت غاوي تتضرب بالجزمه يا جزمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفتها كانت عايشه مع ده، عايز اعصابها تبقى عامله ازاي؟ شفت يا عادل؟ شفتوا من طاي عملت معايا ايه؟ لعبت معايا الدنيئه. لعبه الدنيئه؟ ما هو وضع طبيعي انها تلعب الدنيئه، يعني عايز من طاي تلعب ايه؟ تلعب تنس؟ تلعب راكت؟ من طاي خلعتني يا عادل. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول إيه ولا إيه الصدمات اللي ورا بعض دي؟ انت عارف يعني ايه خلعته اصلا؟ يا دولا الكلمه دي انا دولا عندنا في البلد يعني خضتني. بالك لما امي راحت استخبت في الدوره من ابويا 4 ايام، وبعدين لقيته معدي كده، وقامت طلعت له من الدوره وقالت له بخ، قال لها ايه ده خلعتيني انت طالق فين؟ جرى يا اخوانا، ما تخلعونا من القصه دي. اخلعونا من القصه ده، واضح ان انت ادمنت الخلع قوي يا بابا. يا عادل، بعد ما غررت بامك، وبعد ما شردت ولادي، وبعد ما بطلت الشيشه اتخلع. معلش يا بابا، ما انت برضو يعني ظلمت ناس كتير كما تدين تدان. اعمل ايه بس؟ وانا كنت عملت ايه في دنيتي يا رب عشان يحصل فيها اللي بيحصل ده يا رب؟ بص يا خال، انت تعمل معاها زي ما ابويا عمل مع امي بعد ما خلعته، تطلقها، فهتكون هي بقى تعمل معاك زي ما امي عملت مع ابويا بعد ما طلقها، هتروح بقى في البلد كلها وتعمل اشاعه ان هي ايه هتتجوز الواد جليطه المزين. فابويا راح بقى عمل ايه؟ هنفضل نقديها رغي ولا ايه؟ انا مالي دلوقتي في مشكله ابوك وامك دلوقتي، خلينا في مشكله ابويا. كمل يا بابا. لا 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 استنى استنى، انا ما اعرفش الحكايه دي. ايه حصل ايه؟ راح بقى ابويا سرق المكنه بتاعه القص بتاعه الواد جليطه، فالبلد كلها بقى شعرهم طول قوي. برضه بترغي؟ برضه بترغي؟ قلت لك عايز اسمع بابا. كمل يا بابا. لا 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 استنى يا عادل، انا لازم اعرف اخويا عمل ايه. هيقعد يقطعنا ولا ايه؟ لا كمل قول. الناس بقى يا خالي في الفتره دي من الزمن سمونا بلد الخواجات. ليه بقى؟ لان احنا كلنا شعرنا طويل واصفر.
يا سلام، يعني شعركوا طويل عشان ابوك سرق المكنه بتاعت الحلاقه؟ اصفر منين؟ وده شكل خواجه ولا ده شكل بس يلا بس بابا انت تقعد تسمع الهبل ده يا بابا، كمل لو سمحت يا بابا، عايز افهم بقى ايه اللي حصل. معلش معلش انا هضطر اسفا متاسفا ان انا اهبط عليك واجرش عندك يومين ثلاثة اربعة خمسة. بابا انا لو عليا مفيش مشكلة، بس المشكلة ان في ناس كتير لازم اخد رأيهم. يعني ايه يا خالي بقى ده صح؟ يعني انت لسه هتقعد تقول له اسفا متاسفا؟ ده حضرتك تأمره وهو يطيعك وراسه فوق رجليه. راسه فوق رجليه؟ طب ما ده وضع طبيعي يا ابن البني ادم، راسه بتبقى فوق ورجليه بتبقى تحت، ايه الجديد اللي انت قلته يعني؟ اصبر 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 بابا. معلش يا بابا، ممكن تسبقني انت وانا لما اجي لك نتناقش الموضوع ده؟ حاضر يا ابني. ماشي، مع السلامة بابا. مع السلامة. مع السلامة يا خالي. ولا يا رمزي، انت عارف انا الفترة اللي فاتت دي كلها برغم غباوتك وبرغم خسايرك اللي انت بتسببها لي ما طردتكش ليه؟ عارف طبعا يا دولة، وانت المفروض تحمد ربنا على النعمة اللي في ايدك ده، هي علشان طبعا حكمتي. طبعا طبعا انت طول عمرك حكيم يا رمزي. انا صراحة محافظ عليك ان هو في البازار عشان لما الاقي نفسي متنرفز وعندي طاقة هتنفجر اقوم مفجرها فيك. اقلع الجزمة يا ليه يا دولة، انت متنرفز؟ اقلع الجزمة يا انا ربنا بيحبني في اليوم اللي بتخلص فيه من منطع الوطية، ربنا بيرزقني بانعام. طب خالي طبيخ اخر حلاوة، واضح يعني نعناعة ان القدر لسه ما قالش كلمته الاخيرة. العمار بيد الله يا سعيد. اوكي انا ملاحظة ان حضرتك دقت كل الحاجات ما عدا الكول سلو، على الرغم انه هيعجبك جدا. معلش اصلا ما باكلش المسلوق ده. مسلوق؟ يب حياتك بقى براحتك بقى، انا داخلة اوضتي. ماما ماما ماما، بابا بيلغيكي وانا لغياه من حياتي خالص. لا يا حبيبتي، ده شكله جاي كده ناوي على بياتانا. ازاي بقى يو ار اوفر كام هيم بقى، ومش هتخليه انه بقى ايه يجي جنبي ان افويد هيم؟ والله لو اتحبسنا في ام واحد ان شاء الله ربنا هيقربنا من بعض ونتحبس انا وانت في ام واحد. لا يا بابا لا لا، مالكش حق، اخص عليك يا بابا. ماما في ام ماما اقل من ثلاث اوض وصاله ما يلزمهاش يا بابا. منين يا حسره، ما هي قشطته ورمته. نو نو انعام، ما تبقيش اوفر 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 كده في طلباتك، ما تبقيش زي الناس الطمعانين اللي عايزين يستغلوا الجوازات ويعرفوا ناس شباب كده هون علشان يسطروهم. بابا ده منظر حد عايز يتسطر؟ هم الغبيين كده، لما تيجي تنصحيهم هم يتقلبوا عليكي. مجيده أني الأوان تنقطينا بسكاتك وتقومي تاخدي حمام الساليزون بتاعك، لأن الساليزون لو اتساب أكتر من كده هيبرد ويجلد ويترمي في الزبالة. تصوري بجد بجد انت فكرتنيني خالص بقى، لأن الزبال اتحرق. حم أنا عام، أني الأوان أسيبك لوحدك انت وبابا عشان تاخدوا راحتكم في كل حاجة يا ماما، وإن شاء الله ربنا يوفقك. ها ماما ما تتعصبيش على بابا، ها ماما دي اخر فرصه ليكي. انعام. نعم. انا عارف ان انا راجل منفر، وانا عارف ان انا عملت معاكي حاجات مش كويسه. بس انا طمعان في برام قلبك الواسع انك تغفري لي وتسامحيني. انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني لو قلتي لي امشي هتعمل ايه يعني؟ هسترجاكي ان انا ما امشيش، لو قلتي لي غور هتنح وما اقورش، لو قلتي لي اقعد لغايه لما عودتك تتفك هتنجعس وتقعد ومش هتمشي ولو بالطبل البلدي. بذمتك ما وحشتكيش ايامنا الحلوه. لا من فضلك لو سمحت، انت ما تبقاليش حاجه عشان تغازلني وتسبلي وتدلعني. اسمع يا غزال الجنين، انت انا ما عملتش حاجه، انا غلطت مره وخدت جزاتي، مش ممكن اواقب عليها طول حياتي، انا ما قتلتش. لا قتلت مشاعري ودبحت احاسيسي. انت هتلبسيني تهمه؟ انا ماشي. لا استنى ما تمشيش، قصدي ما تستناش ولا حاجه. نعم نعم لا نعم 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 نعم. عايز ايه بس؟ لا 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 اسمعيني. لا فضلك. لا لا لو سمحت. لا لا لا، مين خيانه ومين ماما ومع مين؟ مع بابا وفين؟ في الصالة على السجادة جنب الكنبة، يعني هتعقدوني هتعملوا له عقدة، يعني حرام عليك، دي خيانة مزدوجة يا ماما.
مش قلت لك في الباب بالمفتاح؟ بس يا بنت قلت ادب بس. مالك يا عادل في ايه؟ فضيحه يا حماتي، فضيحه فضيحه. عادل عادل ابوس ايدك يا ابني، ما تفضحنيش، انا راجل لسه مخلوع، مش حمل فضيحه ولا مفضوح جاهز. ايه في ايه في ايه؟ بقول لكم لو انا وهو في ام واحد. يا سلام يا واد يا واد، ام فعلا يا تحت الساهدة واهي. ها انا مش عايزاه، انا مش طايقاه، ما تقعدوش معايا وانت كده عامله زي التعبانات وعماله تدحلبيله. تدحلبيله؟ يا نهار ابيض يا ماما، معلش يا بابا انا ظلمتك. ايه يا عادل، انت بتصنت على باباك يا عادل؟ ايه ايه، قاعد مع ماما، وطبعا انا وضعي طبيعي ان انا غير، وانا مش راجل ولا ايه؟ عادل، امك تقدر تدافع عن نفسها كأنثى شمطاء. ايه ده ايه ده ايه ده، انثى شمطاء؟ لو سمحتي احترمي نفسك، ما تقوليش على ماما انثى. عادل على فكره، لا لا لا، اليومين دول انت في تصرفاتك فيها رعونه بالغه. لعلمك يا بابا دول امك وابوك. ايوه امي وابويا، وقاعدين لوحديهم بره في الصاله. وبعدين لعلمك بقى رانيا، زي ما انت عارفه الشيطان شاطر. اه شاطر، بس مش اشطر مننا يا بيبي. مش اشطر مننا يعني ايه؟ يعني بيروح المدرسه الصبح عننا بدري؟ لا يا حبيبي، ابوك لازم يمشي ويسيب البيت فورا. ايوه ما انا عارف كده، بس لعلمك بقى انا فكرت بجد جديا، يعني ان انا مثلا اشوف له اوضه في اي فندق نجمه ونص. هو رقصني يا جدع على واحده ونص. ايه ده ايه ده ايه ده، بتتريق عليا يعني عشان بابا متجوز رقصه تقولي لي على واحده ونص؟ ماشي ماشي يا رانيا، هو ده مفروض في تعاون بين الزوج وزوجته، تقولي لي مثلا على اي حل بدل ما انت بتتريق عليا. هو انت فاكرني مش مضروره من الموضوع ده ولا ايه؟ وبعدين انا سبق وقلت لك حلول قبل كده. ايوه بس قلتي لي 7000 حل، قولي لي حل واحد بس يقنعني يعني يا رانيا. اوكي انا شايفه ان انت تروح وتكلم منتعي وتبوس رجليها عشان ترجع ابوك. واضح ان انا ما قداميش غير الحل ده. اتأخرت المشكلة بقى كمان ان انا سايبهم لوحديهم. ايه يا دولا، انت واقف على محطة اتوبيس يا عم وتأخرت اتأخرت؟ ايه ده يا دولا كده، هون وحط عقلك في راسك تعرف خلاصك. احط عقلي في راسي؟ يا سلام، ده ايه النصائح الجميلة؟ وانت على كده بقى حضرتك بتحط عقلك فين؟ يمكن استفيد احط عقلي في نفس المكان اللي انت بتحط عقلك فيه. اقول لك يا دولا، العقل زينة في الباترينا. اه يعني انت بتحط عقلك في الباترينا، يعني بتتعامل مع عقلك انه جزمه يعني. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي؟ من بعض ما عندهم. عندي مين ياض؟ انا اللي بكلمك ياض، اسمها بعض ما عند ولا اسكت اسكت خالص. ها يا دوما نو نو. نعم، عايز ايه يا خلفه الندامه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام الاستاذه سلوى منطعي، نورت البازار. اتفضلي حضرتك اتفضلي حضرتك. ولا رمزي، روح هات حاجه ساقعه للهانم تشربها، ولا اقول لك روح هات لها شقتين فولياض. لا ما هو شقتين اتاجروا يا دوله بقى. مش ناقصه بجوتر. بص انا محطوط تحت ضغط، ممكن انفجر فيك في اي وقت، ممكن ارزعك قلمين على قفاك. لا يا دول، اسمهم قفايين على قفايا، القلم ده بيبقى على الوش يا دول. ما انت خبره طبعا خبره. امشي من قدامي دلوقتي. خلصني يا حبيبي منك ليه؟ ورايا نمره. ايه ده، هو حضرتك رجعتي ترعشي تاني يعني؟ ارعش ارعش. طب ده انا لما برعش وهز وستي الرجاله في الكباري ما اقولكش ما اقولكش. اوعى يالا لا تتهرب يالا. يبقى انا عرفت بقى سبب الخلاف اللي بينك وبين بابا. اكيد مثلا بابا رفض انك انت ترجعي تشتغلي رقاصه تاني. عفوا يا حبيبي، ده مين ده؟ ده هو اللي ماسك لي الفرقه وخلاني مشيت الواد مقسوم الطبال. طب ومقسوم دون يعني كان مقسوم على حتتين ولا على ثلاث حتت؟ هاو 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 يا مدام خفيف، يا برص الحيطان، يا فارغ الغيطان، يا قفة من غير ويدان وشابر. طب دول انا هستأذن بقى، انا دول عشان مستعجل قوي دول. يلا. والله العظيم انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، ده انا بقالي سنين بحاول اطرد ومش عارف، ده حضرتك بس بتاعت العرقسوس دي يعني جردتيها. يا طب بالمره بقى ليا طلب تاني، يا ريت يا ريت ترجعي بابا. لا يا حبيبي، ابوك سرقني، اخد فلوسي وفلوس الفرقه وراح لعب بيهم قمار مع البنت سحر الدواره. سحر الدواره؟ وبعدين سلطت عليه 2 بلطجيه رقعوا لي علقه الماتشينه، قام قابب بال1000 جنيه فلوسي وفلوس الفرقه، انما لما عملها تاني
صعب عليا، قلت ابدا ما حد يمد ايده عليه غيري وتركته وحيدا. تركتيه وحيدا؟ يعني والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، بس هي المشكله عنده بابا. بابا هو السبب ان هو مشي ورا واحده واطيه كده. هي مين جيل واتش يا استاذ عادل؟ الاستاذه اللي هي سحر الدواره يعني. وانت فاكره ان حضرتك انا اقول عليكي واطيه؟ لا حضرتك عاليه ما شاء الله وحمراء وكله يعني. اهلا وسهلا. احسب يبقى انا بقى كده عندي الغلط ولا عند ابوك الواتشي؟ لا هو صراحه الغلط كده عند ماما وهي بتدفع الثمن بقى. طيب اي خدمات مني؟ معلش عشان عندي فقره. طب استاذه سلوى يعني معلش انا اسف، حضرتك ينفع ترجعي بابا وانا الفلوس اللي خدها منك مستعد ارجعها لك؟ لا ما ينفعش، اعذرني يا استاذه عادل هيسرقني تاني. ما انت لازم تحرصي، ما انت اتسرقتي اولاني، خلي بالك ما تحطيش فلوس قدامه، بس اهم حاجه يبقى معاكي راجل وضل راجل برضه. رأي؟ رأي؟ راجل؟ هو ابوك ده راجل؟ ده ابوك ده كوم قش. لا لو سمحتي بقى انا ما اسمحش ان انت تغلطي في بابا، ابقى ولعلمك بقى بابا هيرجع لماما خلاص. لا ده احنا محتاجينه، انا محتاجاه والفرقه محتاجاه والطبله. لا انا بس كده يعني. اما كنت بتعملي فيه كده ليه يعني؟ قرصة ودن شده كده يعني يومين ثلاثه وهرجعه. والله مش عارف، انا اصلي ملاحظ ان في الفترة الاخيرة بابا متمسك بماما قوي يعني مش قادر يستغنى عنها وماما برضو، بس يعني هعمل ايه؟ هحاول اخليه يرجع لك، احاول. لا يمكن، مش هيحصل ابدا ابدا ابدا. زي ما طلقتني تيجي ورجليها فوق رقبتها وتردني تاني. انا مش رميه يعني، انا ما عنديش حد يسال عليا ولا ايه؟ يا بابا لعلمك يعني انت طبعا لا سمح الله اي واحده تتمناك طبعا يا بابا. امال ايه؟ امال ايه يعني؟ امال ايه؟ لا ولا حاجه، انا بس عايز اسالك سؤال يا بابا. يعني هي سلوى منطيع اللي خلعتك دي، معلش يعني يا بابا، هي مش كانت صاحبه سناء بنتك؟ ايوه، وانا اخترتها من بين صحابها كلها. طيب هي مش كانت شغاله مدرسه؟ ايه اللي بقى شغالها رقاصه يعني يا بابا؟ دي كانت مدرسة تربية فنية، فنية بس مفيش حد بياخد دروس خصوصية في الرسم، فانت قلت بقى تشغلها رقاصة عشان تكسب من وراها كتير يعني. اكسب ايه؟ طب تصدق بالله يا ابني، والله بيعدي علينا بالثلاث ايام ما بنلاقيش المزة. يا بابا بتلاقوش المزة يعني؟ بجد هتصعب عليا والله، ده انا ممكن ما بتلاقوش المزة. بابا انا عايز اقولك على حاجة بس يا بابا، معلش يا بابا، انا كان نفسي في وقت من الاوقات يعني ان انا اقف كده في الشارع مع اصحابي ونبص عليك واقول لهم الراجل اللي واقف هناك ده ابويا، افتخر بيك يا بابا. هو انت عندك صحاب؟ لا. طب خلاص يا اخي قلب دماغي ليه من الصبح. بص يا عمو، ما هو حضرتك مش كده، اول ما هي هتيجي هتقوم حياتك بقى ايه كده مدلوق وبتاع؟ لا لازم يبقى في كرامه بقى كده وقوه وصلابه، علشان هي بقى مش اول ما تيجي تقول لك يلا تروح معاها وتستحلاها بقى وتستقوى عليك. ليه؟ ماليش اهل؟ ما ورايش رجاله؟ لا ما وراكش يا بابا، وبعدين تقعد هنا ليه دلوقتي؟ مستني الموقعه الكبرى مع منطعي. بابا انا من رايي يا بابا ان انت وقت ما هي تيجي انت ما تبقاش موجود خالص. احنا نقعد نتكلم معاها ونتفاهم معاها ونقدم لها شروطنا، لو وافقت عليها ساعتها تخرج وتقعد معاها. ايه يا عادل، انت ناسي انها لما تيجي لازم نجيبها ونكتبها قايمه كده ونخليها تمضي عليها؟ قايمه دي بس انت بتقول اي كلام وخلاص، القايمه دي الراجل اللي بيكتبها مش الست. قومي يا بت، قومي يا سراء خالص، قومي انت. بابا هيورطك، كان نافع نفسه. مالكيش دعوه، مالكيش دعوه. بابا بجد يا بابا انا رايي ده راي مهم جدا، وبعدين انت يا بابا لازم يكون عندك فعلا كبرياء، ما ينفعش تقابلها كده وبسهوله يعني. يعني ده رايك؟ ايوه بابا. وبعدين في حاجه تانية، لو انت احتجت فلوس في 100 طريقه تجيب بيها فلوس، لكن ما تاخدش الفلوس بتاعت الفرقه يا بابا. وش معنى الفرقه تاخد الفلوس دي كلها؟ اولا ده انا اكتر واحد بيضحي مراتي وبترقص قدام رجاله، مش دي تضحيه؟ لا فعلا ونعم التضحيه. انا مش عارف والله بجد مصر من غيرك كانت هتعمل ايه. انت كل يوم يا بابا ما شاء الله بتديني خبرات، ايه الحلاوه دي؟ عادل لو سمحت ما تتريقش، لان عمل المراه ليس عار. طبعا مش عار، عمل المراه ده شيء طبيعي، بس انت بتفكري ان انت تنزلي تضربي لك وسطين ولا ايه؟ ليه يا بيبي هنزل اضرب حد ما عمليش حاجه في الشارع ليه يعني؟ ما كانش يبان عليك انك عديم الرجوله، انا كنت عارفه انك انت مش جدع، لكن مستواك يبقى واطي وتتجوز رقاصة وتمسك لها الفرقة يا هجاص. مالها دي ومال الرجولة؟ واحد وبيحافظ على مصالح مراته زي أي راجل شهم. بس ما تقولش راجل.
زي اي شاب. فعلا الواحد ما يعرفش الخير فين. قال كنت ناوي ارجع له، لا عشان هو صعب عليا وخلاص بقى. على فهم انت راجل واطي وهتعيش طول عمرك واطي. اوعى تقولي واطي، انا دماغي عاليه فوق فوق فوق. فين؟ عند خزان الميه يا شيخ تلهي. ده انا على السن ده مفيش واحده تستعصى عليا. ده انا في... ممكن تكون هي. مين؟ منطقي. منطقي؟ لا. طب انا نروح فين دلوقتي؟ خش تحت الكنبه يا اخوي. خليك انت بقى، خليك، ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش. مش اوعي يا موزه، وسعي يا موزه، اقعد جنب حبيب قلبي سيعه. قشطه. لا انا زعلان منك. اخص عليك ليه سيعه؟ اخص عليك. خد خد، ده انا جايبه لك حاجه حلوه. اضرب البرشامه دي عشان تنزل تلم الكيت وتاكل الكتاكيت. قشطه. زعلان منك، زعلان منك سيعه، عشان انت المره اللي فاتت سبت الواد رقه يديني بالقانون فوق دماغي. سيعه اخص عليك، انسى اللي فات بقى، ده انا محضره لك فيلمين كده بس عشان المراهقين قاعدين. بجد؟ ايه الفيلم الاولاني اتجوزني من فضلك، التاني طلقني حرام عليك. وجايبه لك نص بطيخه وربع جبنه وطمن زيتون. والحلاوه بعدين. الله، بحبك بموت فيك، مش عشان عينيك الحلو وصوتك المجلجل، لا عشان حنية قلبك. أخن أخن، ضربتني في الثغرة، عارف الثغرة؟ هاي يا دريتي. لا يا جماعة، ما دام الحكاية وصلت للثغرة فمتهيألي بقى تتكلوا على الله يا بابا، وجات لك لغاية عندك وصلحتك وروحي على بيتكوا. يلا يا بابا. متشكرة متشكرة يا ابن جوزي يا حنين يا اختي. يا عيني يا بابا. ايه يا ماما؟ هي زعلانه ولا ايه يا ماما؟ ليه وهزعل ليه؟ على فكره يا ماما، بابا ده انا ما اتمنهوش ليكي، يعني هو برغم ان هو بابا بس انتي تستاهلي حد احسن من كده. انا بحلم لك بعريس احسن من كده بكتير يا ماما. يا حبيبي انا ما بفكرش في الجواز خالص، ده انتوا مالين عليا الدنيا. ربنا يخليكي لينا يا ماما. ايه اللي بتحلمهولي بقى؟ شكله ايه؟